السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم Lesson 4 Part 1 Listening and Reading عن Jack and the Beanstalk. Beanstalk اللي هي شجرة أو ساق نبات الفاصوليا. نبات بتاع الفاصوليا. أول كلمة عندنا Beanstalk ساق الفاصوليا. Poor فقير عكسها أو الأوبزيت بتاعها Rich غني. Gent عملاق. جينت عملاق. فري يعني حر او مجاني او فاضي فري. جولدن ايج بيضه من الذهب. وهنا الصفه جت قبل الاسم. جولدن الاول صفه للايج البيضه انها ذهب. جولدن ايج. كاسل كاسل يعني قلعه والتي هنا سايلنت. اكس يعني فاكس اكس فاكس. تيربل مزعج او فظيع. برايس خدناها الليسن اللي فات معناها ثمن او سعر. لو حبيت اسال ما السعر اقول وات برايس. كاو بقره. بيلدينج مبنى. بينز خدناها قبل كده الفول او حبوب الفاصوليا. كيج كيج قفص بحط ده من عندي كده. كيج كيج. كلاود سحابه. توب قمه. كوين عمله معدنيه. هن دجاجه. بيرسون شخص وجمعها people. special خاص أو مميز. angry غضبان. magic يعني سحري. hungry جعان. cloud يعني سحاب. تصريف الأفعال عندنا الأفعال نوعين regular و irregular. regular عشان أحول من present ل past من مضارع لماضي بضيف دي أو ed أو ied. لكن ال irregular غير منتظم بحفظه زي ما هو. أول فعل عندي كلايم. كلايم البي هنا سايلنت دايما الام لما بيجي وراها بي خفيفة مش بنطق البي الخفيفة. كلايم يتسلق الماضي كلايم. كاونت يعد الماضي كاونتد. كراي يصرخ أو يبكي الماضي كرايد. وهنا حذفت الواي لأن لها حرف ساكن وحطيت مكانها اي اي دي. تشوب يقطع تشوب بالسي اتش. شوب يقطع لكن لو اس اتش كانت تبقى شوب محل او يتسوق اللي خدناه الاسم اللي فات. شوب يقطع الماضي تشوب. وهنا ضعفت حرف البي لان قبليه حرف فاول متحرك. جراب يجذب او يشد الماضي جرابد. برضه هنا ضعفنا ليذر بي الاخير عشان قبليه فاول ليذر اي. ريتش ريتش يصل الماضي ريتشد. سيف قلنا بمعنى ينقذ او يوفر أو يحوش. سيف ينقذ يوفر أو يدخر يحوش. الماضي سيف بضيف ليدر دي بس إن هي آخرها إي. هنا لو آخرها إي بضيف دي مش آخرها إي بضيف إي دي. آخرها واي زي كلمة كراي بشوف لو قبلها حرف ساكن أحذف الواي وأحط أي دي. لو كان قبليها متحرك كنت هسيبها زي ما هي وأضيف عليها إي دي. الغير منتظم باي يشتري الماضي بوت. جي اتش هنا ما انقضيتش. سيل يبيع الماضي سول. ثرو يرمي الماضي ثرو. فول يسقط الماضي فيل. قلنا فول بتيجي بمعنى ثاني بمعنى الخريف زي اوتم كده الخريف. وفول بتيجي بمعنى يسقط. ران يجري الماضي ران. ميت يقابل الماضي مت. الاكسبريشن اللي عندنا الامبورتنت اكسبريشن التعبيرات المهمه حروف الجر. ستي ويز يبقى مع. ران اواي يهرب. اس سون اس تعبير معناه مجرد ان. تشوب داون يقطع. on the way to في طريقه إلى أو في الطريق إلى. throw out of يرمي من. go up to يرتفع أو يعلو إلى. في بعض عندنا بعض ال definitions بعض التعريفات. بس قبل التعريفات في book quiz. أول حاجة مديني climate cage poor washed. he has no money ما معهوش فلوس يبقى he is poor. وبور بتيجي معنى فقير أو مسكين. two the boy الولد not the tall tree الشجرة الطويلة yesterday امبارح. يبقى الولد عمل ايه؟ climb تسلق فعل ماضي اخرها ايه دي؟ عشان yesterday امبارح. three I bought انا اشتريت a knot for my colorful bird الطائر الملون بتاعي فاشتريت له cage قفص. ال definition التعريفات اول كلمة جينت عملاق هو a very very big person شخص كبير جدا جدا. جرام ينزع او يلتقط شيء بسرعه جد.
to pick something up quickly، انك تشيل حاجه لاعلى quickly بسرعه، او تلتقطها او تشدها بسرعه. كاسل القلعه هي a very large building، مبنى طويل جدا، مبنى واسع جدا، large كبير في الحجم، مبنى كبير في الحجم جدا. built a long time ago، built يعني اتبنى فعل ماضي، a long time ago منذ زمن طويل. chop يقطع، to cut something down انك تقطع شيء. cage القفص هو بوكس، صندوق، in which اللي فيه we keep animals، بنربي الحيوانات. book with اول حاجه، to grab means انك تنزع، معناها ايه؟ ايه الديفينيشن اللي خدناه؟ جراب يعني ايه؟ رقم سي، to pick something up quick. to when we cut something down، لما نقطع شيء احنا كده عملنا فيه ايه؟ chop. رقم بي، we chop it. 3 جينت از، الجينت از هو ايه؟ العملاق ده ايه؟ a very very big person. letter D. 4 a castle is a very large. A أول واحدة building built a long time ago، بنى منذ زمن طويل. عندنا هنا قطعة listening استماع بعنوان التايتل بتاعها Jack and the Beanstalk. جاك وساق الفاصوليا. The beginning بداية الستوري بيقول جاك، بدأ بحرف كابيتال أهو عشان اسمه، عشان أول الجملة. جاك and his mother، his mother يعني مامته، صفة ملكية. الاثنين جمع فنقول where عشان الجملة ماضي. were very poor، كانوا فقراء جدا. بين كوتيشن مارك بتديله فعل أمر، تقول له go to the market، اذهب للسوق. go مصدر أهو أمر. go to the market and sell، sell يعني بيع أمر. our last cow، آخر بقرة لدينا نحن، صفة ملكية our. said Jack's mother، قال كده مامي جاك. Please get a good prize, Jack. Please من فضلك get، احصل على، فعل امر برضه اهو. get احصل على good prize، سعر جيد. من الصفه قبل الاسم، good الاول صفه، price اسم اللي هو سعر. On the way to the market، اول حرف كابيتال O. The way to the market، في طريقه للماركت للسوق. Jack met، قابل. An old man، old man راجل عجوز مفرد. و old بدأ هنا بفاول صوت ساكن، فحطينا ان عشان المان ده رجل مفرد. an old man، old man الصفه قبل الاسم، old الاول بعد كده man. big quotation mark الراجل قال I have these special beans. I have، انا عندي، ال have تيجي مع ال I will you will we will they واسم الجمع. these للجمع، الجمع القريب. these special beans، معاه في ايده قريبه منه، special beans حبوب فاصوليا مميزه. يسألوا سؤال، do معناها هل، do أو does الفاعل والفعل في المصدر. do you want to buy them، تحب تشتريهم. them هنا مقصود بقى حبوب الفاصوليا. do you want، هل تريد to buy them، تشتريهم. they will، خدنا will السيشن اللي فات وقلنا معناها سوف، وبيجي وراها مصدر. they will make you rich، هتجعلك غني. ومين بيجي وراها ضمير مفعول به هو you، وبعد كده بيجي صفة أو فعل في المصدر. make you rich said the man. قال كده الراجل. Jack bought the beans، جاك اشترى الحبوب دي. but his mother، لكن مامته، his صفة ملكية، was، كانت very angry. طبعا was لأن مامته مفرد، لكن فوق لما قلنا جاك عند his mother قلنا where في أول سطر، فمامته هنا بس was مفرد، very angry، كانت غضبانة جدا. تقول له we need food، محتاجين طعام يا جاك، not beans، مش حبوب فاصوليا. she throw them out of the window، she throw them، رمتهم، الماضي من throw يعني through، throw them، رمتهم out of the window، خارج الشباك. هو لا، sorry mom، اعتذر يا امي. said Jack، Jack اعتذر لمامته. I thought they would help us، I thought يعني انا اعتقدت، انا فكرت they would help us، انهم كانوا ممكن يساعدونا. Jack went to bed، راح ينام، ده بالسرير. he was sad، كان زعلان. طبعا هنا بستخدم was و will لان الجمله كلها ماضي. he was، was بتيجي مع ال I will he will she will it. he was sad، كان زعلان حزين. and very hungry، وكان جعان. the middle of the story، ووسط القصه بقى بيقول لنا the next morning، وطبعا ال T هنا كابيتال عشان بدايه الجمله. the next morning، ثاني يوم الصبح، حط ابوستروف، الجاك اسم، اسمه هو، عمل اول حرف كابيتال. so
رأى فعل ماضي. جاك سو a very tall beanstalk، شاف شجرة فاصوليا عملاقة جدا طويلة جدا. In the garden في الحديقة. It went all the way up to the cloud. طبعا الشجرة دي كانت مرتفعة جدا لحد السحاب. Jack climbed تسلق فعل ماضي the beanstalk شجرة الفاصوليا دي. At the top طبعا at أول حرف جامد عشان بداية جملة جديدة. At the very top في الأعلى خالص عند القمة. He saw a castle شاف قلعة، وقلعة مفرد تعد حط قبلها آه. He saw a castle. Jack went inside to see if anyone need help. Jack went ذهب inside من الداخل بتاع القلعة to see لكي يرى تو معناه لكي لكي يرى if لو anyone أي شخص needed help كان محتاج إنه يساعد. يقول suddenly فجأة Jack saw a very big giant شاف شخص عملاق جدا زي ما انتم شايفين في الصورة. He was counting كان بيعد. مين شاطر بقى يقول لي was counting دي زمانها ايه؟ خدناها في السمر كورس. Was counting. He was counting bags كان بيعد الشنط of golden coins بتاع العملات الذهبية. There was a hen on the table كان في دجاجة على الترابيزة. The hen was in cage الدجاجة دي كانت في القفص. Next to the hen جنب الدجاجة was a golden egg كان في بيضة ذهب. طبعا a golden الجي هنا بدأ بصوت ساكن فحطينا a golden egg. ما كانش في golden كنا قلنا an egg عشان egg بدأ بصوت vowel. He saw هو شاف next to the hen جنب الدجاجة was a golden egg بيضة ذهب. The hen طبعا بداية الجملة دي أول حرف كابيتال. The hen الدجاجة looked very sad كان looked يعني تبدو looked very sad تبدو حزينة جدا. It was a magic كانت دجاجة سحرية. And it could talk كمان كانت بتقدر تتكلم كانت تستطيع التحدث. قالت له help me ساعدني please من فضلك. Cried the hen صاحت الفرخة وقال save me فعل امر اهو انقذني save انقذ from this terrible giant من هذا الرجل المزعج او هذا الرجل المفزع. ده اند نهايه القصه بقى اللي حصل. As soon as Jack reached his garden بمجرد ما جاك وصل الحديقه بتاعته he grabbed his axe نزع البلطه بتاعته he chopped down the beanstalk وقطع الفاصوليا شجره الفاصوليا. The giant fell on the ground وقع على الأرض and ran away وجري. The hen was happy الدجاجة كانت سعيدة. It was free at last أصبحت free حرة at last في النهاية. قالت له thank you for helping me. Thank you بيجي وراها for بعد كده فعلا مضاف لها ان شي. Thank you for helping me شكرا على مساعدتي يا جاك. You are a kind boy أنت تكون ولد عطوف. وقلنا اي صفه لازم نيجي قبلها فيرب تو بي اما وذ او ار. ار كايند انت ار ا كايند بوي يو ار ا كايند بوي. كان اي بليز كان هنا بتطلب كان هل استطيع اي انا بليز من فضلك ستي وذ يو ممكن اقعد معاك اند يور ماذر مع مامتك. جاك اند هيف ماذر ويرنت بور اني مور خلاص ما عادوش بقى فقراء. ذي سولد ذا جولدن ايجز باعوا البيض الذهب تو باي فود عشان يشتروا الطعام. Jack and his mother Jack ومامته lived happily عاشوا بسعادة ever after إلى الأبد. الإكسرسايز اللي عندنا اديني فري مجاني أو حر باي يشتري ريتش غني سبيشال مميز كاو بقرة. Jack went to sell راح عشان يبيع his not in the market راح عشان يبيع his كاو البقرة. On his way في طريقه he met an old man قابل راجل عجوز. The man had كان معاه ايه beans special beans فول مميز او فاصوليا مميزة. فاصوليا مميزة. He wanted Jack to not them اراد ان جاك ايه buy them. He said the beans will make Jack قال ان الحبوب دي هتخلي جاك ها rich غني. He bought the beans at last وجاك طبعا اشتراهم في النهاية. هنيجي للماتش للتوصيل. Jack and his mother Jack ومامته رقم C were very poor كانوا فقراء جدا. 2 he is very big
is very big ايه؟ is very big يبقى is a giant هو عملاق لتر دي. 3 they sold the cow باعوا البقرة لتر بي to buy food عشان يشتروا الطعام. لتر 4 when you cut the vegetable لما تقطع الخضار you chop them انت كده بتقطعهم لتر A اول واحد. نيجي على تشوز الاختيارات. نمبر 1 when we pick something quickly لما شلت حاجة بسرعة وكده ايه عملنا ايه grab it نزعناها او سحبناها. 2 don't be a naughty child ما تبقاش ولد good kind healthy careful. Don't be a naughty child ما تكونش ايه don't be a good child kind child healthy child careful child. Don't be لا تكن a good child ما تنفعش ينفع اقول لك ما تكونش ولد جيد. Don't be a kind child ما تكونش ولد عطوف. Don't be a healthy child ما تكونش ولد صحي. Don't be a careful child ما تبقاش ولد حريص. طبعا الاربعه ما ينفعوش. ليتر 3 مش هنختار ولا واحده فيهم. ليتر 3 لان الثلاثه كلهم حاجات ايجابيه فهنا بينفع يقول don't be لا تكن فطبعا دي ميستيك غلط في الريبرنت في البرنت في الطباعه. رقم 3 the farmer use his a to cut the wood بيستخدم الايه؟ الاكس او الاكس البلطه بتاعته. 4 we buy and sell things at the بنبيع ونشتري حاجات من الماركت من السوق. 5 the king and the queen live in a بيعيشوا في كاسل في قلعه. تكمله الاكسرسايز بيقول Jack and his mother were very poor. كانوا فقراء جدا. Go to the market and sell our last cow. روح السوق بيع لنا آخر بقرة لدينا. Said Jack mother. Please get a good price, Jack. On the way to the market, Jack met an old man. I have these special beans. Do you want to buy them? They will make you rich. Said the man. Jack bought the beans. But his mother was very angry. We need food. Jack, not beans. She threw them out of the window. Sorry, mom. Said Jack, I thought they would help us. Jack went to bed. He was sad and very hungry. Our question. بنفس القطعة اللي خدناها. Jack was very poor. أول واحدة. Jack and his mother wanted to sell their cow. رقم C كانوا عايزين يبيعوا البقرة. 3 Jack met the old man on his way to the market وراح السوق. 4 What did Jack buy from the old man? ده مش punctuation ده أسئلة عن قطع. بس السؤال الرابع ماذا اشترى جاك من الراجل العجوز؟ اشترى طبعا جاك بوت the beans. جاك اشترى البينز الفول أو حبات الفاصوليا. Why يعني why؟ لماذا why was Jack's mother angry؟ ليه مامته كانت غضبانة؟ قالت له إيه؟ We need food, not beans. محتاجين طعام ليس حبوب فاصوليا. طيب عايزين نرتب اول جمله reorder. نمبر 1 هبدا بجاك الفاعل يبقى عاوز بعدها ايه؟ فعل. الفعل هنا ايه؟ wanted to. Jack wanted to sell. اراد ان هو يبيع the cow. يبقى Jack wanted to sell the cow. نمبر 2 thank you for اللي بيجوا راي ان جي فعلا ضفر ان جي. Thank you for helping me. 3 Do you want to buy them? Do you want to buy them? Do او does فعل فعل في المصدر. Do you want to buy them? البنكتويشن هعمل التي بتاع thank you التي كابيتال. Thank you for helping me Jack. في قبل جاك هعمل ابوستروفي وجاك هعمل ليتر كابيتال عشان ده اسم وفي الاخر No, thank you for helping me, Jay. And command, thank you for watching and see you next record.